العتيد إطار العتيد الاتحاد الوطني لطلع بطموري لما هو إطار جماهيري ديمقراطي تقدمي ومستقيم. أكيد باسم فصيل الطلبة القاعديين الكروس العتيد المجد الخالد بخطيبة الشهداء الحرية والانعطاف لكافة المعتقلين السياسيين. كتير الخطوة النضالية اللي كنقولوها رفاق فصيل الطلبة القاعديين في إطار مناقشة مجموعة من الأمور التي لها ميزة علمية كما يكفي والتي لها من الأولويات ما يكفي. اللقاء سيتمحور بشكل مركزي عن الوضع المزري الذي يعيشه طلبة وطالبات كلية علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لا سواء بشقه المادي ولا سواء بشقه البيداغوجي. وهي فرصة ومناسبة حضروا معنا مجموعة من الضيوف الكرام أنهم يعرفوا أكثر الواقع المتأزم اللي كيعيشوا طلبة ديال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. سأتطرق بالنقاش أولا إلى الشق المادي. في مستوى المادي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فيها ما يقارب 40,000 طالب، ولا يتوفرون على الحي الجامعي. كاين الأستاذ رئيس جامعة الملك السعدي حضر معنا تسلم بها فرصة أنه استمع للطلبة باعتبار أنه له من الصلاحيات ما يكفي للتدبير. طالب الفاضل، طالب الله عليك، اختصار اختصار اختصار، نسمعوك ولكن اختصار. وغنتلاقى بكم أنا شخصيا من بعد، صافي؟ غنتلاقاو من بعد شخصيا. غندير المحاضرة ديال الأستاذ وغنتلاقاو من بعد أنا معكم. لا ما تكملش المحاضرة ديالك في الوقت ديالنا، غادي نمشي بحالنا حنا. غادي نمشيو هاد الناس كلهم خليهم كتهضر بوحدك. عندك طلبات مشروعة، السيد رئيس الجامعة كيختار هذيك، أنا غنتلاقى معاك. المشاكل ديالك ما غاديش تحل اليوم، المشاكل ديالك غادي تقدر تحل مع حوار مع المؤسسة. رئيس المحكمة الدستورية ماشي من الدور ديالو أنه يحل المشاكل ديال الطلبة. رئيس الجامعة والسيدة العامدة هنا أمامك وأمام الجميع كيلتزموا أنهم يلتقوا بك. دونك احترم الله يخليك المؤسسة اللي أنت فيها، احترم الله يخليك الرئيس ديال الجامعة ديالك، احترم الله يخليك الضيوف ديال الجامعة. عطيناك وعد أنا بنفسي والرئيس ديال الجامعة والعامدة غادي تتلاقاو معاك إلا بغيتي. احنا حد احنا على الكمة ديالنا، فأنت ضيع داك الستر، احترمنا هنايا. خلينا نكملوا هذا اللقاء ديالنا العلمي، وإلا كانت عندك شي مطلب مشروع راه غادي نتسنطوا ليه. الله يخليك صافي، راه حنا تسنطنا بما يكفي. تظن أنك خديتي واحد الوقت اللي هو كافي جدا. أنا ماشي من الرباط، أنا هنا من تطوان، أنا هنا معك، معنا فين نمشي. الله يخليك، الله يخليك، خلينا نكملوا هذه المداخلة هذه. أنت بغيتي موعد مع الرئيس ديال الجامعة، أنت خديتي. أما هنايا هذه المداخلة ديالك ما عندها حلاش تصلح. باش تتضح الرؤية للجميع ولكل من يهمه الأمر، لأنه باختصار فقط، لأنه في هذه الكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية كاين الناس في المواقع المسؤولية ما كيتحملوش المسؤولية ديالهم. كاين الناس داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ما كيترافعوش مع الطلبة ولا ما كيستمعوش حتى للطلبة، ما كيستمعوش حتى للطلبة. المواقع تحمل المسؤولية داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الشق المادي قلت، الحي الجامعي ما يقارب 40,000 طالب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وما كاينش الحي الجامعي. ما يقارب عامين ولا موسمين دراسات كنشوف إطار حوارات مع المسؤولين مع الناس
المجلس البلدي والسلطة المحلية مع مسؤولين في المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية لا أذن صغيرة المعلوميات، ولكن كاين علاقة حقيقية.